السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ضيف أنفاس. حلقة اليوم نستضيف فيها إبراهيم الحلاوي، فاعل جمعوي وحقوقي بمدينة زمامرة. أهلا وسهلا بك سي إبراهيم. سي إبراهيم، أنت كفاعل جمعوي في مدينة زمامرة وحقوقي، لبغينا نديرو تقييم الحصيلة المجلس البلدي. أنت كفاعل جمعوي كيفاش تشوف الحصيلة ديال المجلس البلدي خلال هذه الولايات شكرا أنفاس على هذه الاستضافة. بحكم بأنني فاعل جمعوي داخل مدينة زمامرة وبحكم تتبعي للشأن العام، هذا المجلس كي بدات الولاية ديالو منذ 12/6/2009، بيزيدوا عنا 14 سنة، واللي يمكن لي نقول بأنه هو المجلس يعني طريقة التشير ديالو وطريقة ممارسة الشأن العام، أنه هو هناك لا توازن في 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 التشير ولا توازن في التنمية، أنه التنمية عرجاء، أنه المجلس مشى في واحد الشق ديال الريادي وتم إهمال باقي القطاعات الأخرى اللي هي قطاعات الصحة والتعليم والسكن، لأنه كاين هناك خصاص في هذه الجوانب. فقط هناك اهتمام بالشأن الريادي، يعني الشأن الريادي سيطر على الميزانية وسيطر على الاهتمام بالنسبة لهذا المجلس. يعني دابا فاش تقول لي كاين اهتمام بالشأن الرياضي، يعني دابا عندكم خميس زمامرة، عندكم ملاعب، عندكم مسابح رياضية، عندكم يعني كاع الرياضات مزيانة عندكم. هي في الحقيقة كاع الرياضات كاين عندنا على الورق فقط، هناك كرة الطائرة، كرة اليد، التنس، الشطرنج، جميع الرياضات في الورق. وتم تشكيل مكتب مديري لهذا الشأن. ولكن في الواقع هنا فقط كرة القدم هي اللي كاينة، هي اللي مهمين على باقي الرياضات، أما الرياضات الأخرى هي فقط في الورق. هناك فريق بالنسبة بحكم أنه الجامعة الملكية لكرة القدم فرضت على الفرق الرياضية باش يكون هناك كرة الصالات وكرة القدم النسوية، ارتأى الرئيس الفعلي اللي هو رئيس المجلس البلدي بأنه يأسس فرق رياضية بالنسبة لكرة القدم النسوية، اشترى فريق. ولكن هذه نقطة إيجابية، أنتم كمجتمع مدني راه نقطة إيجابية بحكم أنه الشباب ديال المنطقة غيلقى فين يلعب، غيلقى يمارس واحد النوع من الرياضة، أنت تشوفش هذا الأمر هذا؟ فعلا هي إيجابيا، ولكن حبذا لو كانت الفرق أنشئت داخل مركز زمامرة، ليست فرق يتم اقتناؤها. هناك فريق ديال كرة قدم للصالات كيلعب في خريبكة، بينما قاعة هناك مغطاة زمامرة هناك موصدة مسدودة ما فاتها حاجة، فعير الحمام اللي فيها. كان بالأحرى الفريق يكون أسسنا فريق كرة القدم النسوية نفس الشيء في الدار البيضاء، وبينما هو في الاسم فريق نهضة زمامرة لكرة القدم النسوية، ولكن على الورق فقط هو فريق أنشئ في الدار البيضاء ويلعب يعني في الدار البيضاء، يعني مهرب خارج المدينة، كيستافدوش بين اولاد المنطقه. اصلا الاطور ديالو ولا اللاعبين كلهم خارج مدينه زمامره، لا علاقه له بزمامره، ولكن كيتصرف عليه من الميزانيه. علاقته بزمامره هي الدعم المالي، هو اللي دار زمامره، بينما الفرق تلعب في الخارج وتسير في الخارج. نعم، انتم دابا انا غنبقى معاك بالكفاعل الجمعوي، انتم كجمعيات المجتمع المدني كيفاش التعامل يعني المجلس البلدي معكم؟ واش كاين تواصل؟ كاين جلسات دوريه كيف جاب الميثاق الجماعي؟ كاين اشراك؟ كاين تدبير يعني في اطار شراكات؟ كاين هذه الامور هذه؟ بالنسبه لعلاقه الجمعيات بالمجلس البلدي بالدستور والقانون التنظيمي اكد على المقاربه التشاركيه بين المجالس والجمعيات. والقانون التنظيمي فرض هناك هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. هذه الهيئة غير ممثلة، لا تنتمي إليها الجمعيات الفاعلة. فقط هناك مؤخرا رئيس المجلس البلدي كون هذه الهيئة وأتى بالأطور من الأتباع والأنصار ديولو،
والجمعيات اللي مقربه منه، اما باقي الجمعيات فلا غير ممثله. لا نتفاهموا على واحد النقطه، يعني كاينه جمعيات ممثله في هذا المجلس، كاينه كاينه جمعيات وكاينه فعاليات. مزيان، يعني ما غنحيدوش عليهم الكاسكيطه تاع الجمعيات، عندهم الرخصه تاع الجمعيه، عندهم كذا، يعني كاينين جمعيات. وكاين جمعيات على المقاس ومنتقات. نعم، يعني ما تعزلاتش بشكل ديمقراطي. بغيتي تقول ما كاينش الديمقراطيه في هاد ما تكوناش بطريقه ديمقراطيه هاد الهيئه. تم فقط عزل الجمعيات المقربه والتابعه والممتده للرئيس المجلس الجماعي. الاغلبيه المسيره. اما باقي الجمعيات 99% من الجمعيات غير ممثله وليس لها حضور داخل هذه الهيئه. وانتم كجمعيات ما حاولتوش تضغطوا بطرق اللي مشروعه عندكم في اطار فيدراليات، في اطار اتحادات، باش تفتحوا قنوات تواصل مع المجلس؟ ما حاولتوش دير؟ بالنسبه للزمامره ليس هناك شبكه او فيدرالي للجمعيات، فهناك شتات الجمعيات. كاينه بعض الجمعيات الفاعله هي التي تقوم بانشطه وتتخدم، ولكن بعيده عن غير ممثله داخل الهيئه. هذه الهيئه اللي قلنا لك ليس لها حضور، لانه الرئيس كينظر لها نظره بانه هي كتخدم اجنده ضده، والرئيس يريد جمعيات على المقاس. يعني جمعيات يعني تتمشي بالتوجه ديالو بالبرنامج ديالو. انتوما كفاعلين جمعويين كيفاش تتشوفوا احتياجات المدينه؟ مدينه الزمامره شنو هي اهم الامور اللي خصها تكون فيها وما كيناش؟ ولا بغيت نكون معك صريح، الزمامره خاصها كل شيء. ما عندها والو. ما عندها والو، الزمامره فيها فقط كره القدم. وما عمر كرة القدم كانت رافعة. اش خاصها؟ دابا هضرنا على كرة القدم وشنو كاين وهذاك الشيء، اشنو خاصها بالضبط؟ حدد لي. الزمامرة خاصها رافعة اقتصادية. خاص حي صناعي بمعايير اللي كتلبي احتياجات الحرفية والصناع. وفي هذا الإطار دابا الصناع ديال الزمامرة انخرطوا في واحد العملية اللي هي اقتناء محلات بالحي الصناعي منذ 2013، والناس دافعه فلوسها وكتنتظر المحلات، ولحد الان مازال ما كاينش محلات، ما موجوداش فقط على الورق. وناض رئيس ودار جمعيه اخرى بغى يجمع فيها بعض الحريفيه، بعض الاحياء من الزمامره، وانخرطوا الناس ودفعوا الفلوس، ولحد الان مازال ما حتى شي واحد ما خد شي حاجه. هذا في الشرد مده طويله، راه منذ 2013 راه 10 سنوات لحد الان، والناس مخلصه فلوسها وكتنتظر، ومازال الناس كتنتظر. دابا الزمامره لا بغات تكون عندها وترجع كيف كانت. الزمامره كانت معروفه بالصناعات الكاروسري، صناعات داك السدور، صناعات الهياكل، الشاحنات. الزمامره لا بغات ترجع خاصها استثمار في هذا الاطار، فيما هو حرفي وما هو صناعي، وتسائل الحرفيون والدعم ديالهم. لكن ما يمكنش ان دابا الدوله كتخصص دعم لجميع القطاعات على المستوى الوطني، وهاد الحريفيين اللي كيصنعوا التنميه وكيصنعوا الثروه وكيخلقوا رواج اقتصادي داخل الزمامره ما لقاوش دعم. هاد الناس راه خصنا نعطيهم محلات جاهزه باقل اثمان تفضيليه، علاش ندعمهم باش يبقاو في الزمامره وباش يخدموا لنا يد العامله. كاين اللي دابا الصناع ويمكن لنا احنا نمشيو للعين ما كنشوف، كاين اللي مخدم 10 دراري، وهذا راه كيساهم مع الدوله من ناحيه الامن الاجتماعي والامن، كيخلق تأطير. نعم، هذا في الشق اللي مرتبط هما تكوين. نعم، تكوين صغير في غياب الدعم. نعم، هذا الشق المرتبط بالبنيه التحتيه الصناعيه وبنيه تحتيه تجاريه وكذا. شنو الامور الاخرى اللي خاص للمدينه؟ هضرنا على قلنا تكون عندها رافعه اقتصاديه وندعموا الحرف والصناعات اللي هي مهمه. كاين الزمامره، كاين مرافق اجتماعيه، كاين مساحات خضراء، كاين مساحات خضراء، ولكن ما كاينش التتبع، هناك اهمال. نعم، كي تم نديروا ساحه ولا نديروا حديقه ولا نديروا جرده، ولكن ما كاينش عمليه التتبع. بحال درنا حنا داك الشيء كيتسمى اهدار المال العام، ما كاينش عمليه المواكبه ديال داك الشيء باش يبقى. وفي هذا الاطار يمكن لنا حنايا كمجتمع مدني، وانا انتهز هذه الفرصه القناه الجريده الموقره ديالكم باش نتوجه
من اجل اصلاح حديقه الحسن الثاني. مزيان، ديال النقاط اللي بغينا. نعم، حديقه الحسن الثاني، وما ادراك ما الحسن الثاني، احد اعظم ملوك الدوله العلويه الشريفه، اللي حديقه الحسن الثاني كتحمل هذا الاسم الكبير، والذي اللي عنده رمزيه وعنده واحد الوقع في قلوب المغاربه، قائد المسيره الخضراء. كنشوف واحد الحديقه اللي كتحمل الاسم ديالو تتعرض للاهمال، واحد الحاله يمكن لكم يرتالها صراحه، الازبال ولات موقف اللي رابط العربات المجروره، وجات امام الباشويه وجات امام المجلس الجماعي. انا ما كنفهمش كيفاش الباشا ولا الرئيس ملي تيخرج كيلقى ديك الحديقه الحسنيه في 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 هذاك الواقع. قلت كنتوجهوا لاعلى سلطه في البلاد باش تنظر بالعين العاطفه لهذيك الحديقه، وحنا مجتمع مدني مستعدين نخدموا ونطوعوا ونعاودوا نهيكلوها، لانه كانت حديقه فيها اشجار اللي كاينه انتم غادي تشوفوها. حنا مستعدين كمجتمع مدني نخارطوا في هذه العمليه، اعاده هيكله واعاده الروح لهذه الحديقه، حديقه الحسن الثاني، والاشاره بانه المسيره الخضراء المدفره انطلقت من ذاك المقر لحديقه الحسن الثاني. حنا جوج الاسباب اللي كيخلونا حنايا كمجتمع مدني نحاولوا نعودوا التوهج لهذه الحديقه، انه كتحمل اسم الحسن الثاني رحمه الله عليه، ومنطلق ديال المسيره الخضراء في 1975، وجات في وسط المدينه وخصها اشعاع وخصها كذا وخصها مرفق. انا نمشي معك بعيد، الرئيس المجلس البلدي كيحاول يهملها وبس تعرض للاهمال والتهميش، محاوله للسطو عليها، لانه عقار جا في واحد الموقع ما ينازل اكثر من هكتار ديال الارض، الرئيس كيحاول يهمشها ويهملها باش يسطو عليها، كما تم السطو واستنزاف باقي الوعاء العقاري ديال الزمامرة، لانه الوعاء العقاري ديال الزمامرة كامل مشى في الملاعب الرياضيه. وكان الزمامرة من ربما من المدن اللي غتنظم كاس العالم. انا غنمشي معك واحد الشق اخر، هو الشق الحقوقي، باعتبارك انت فاعل حقوقي. كاين يروج ان هناك بزاف دعاوي رفع المجلس ضد اشخاص وضد مجموعه من الافراد، واش كيبان لكم انه هاد الدعاوي مشروعه من حقه، كاين انه كاين يعني اعتداء على مصالح المجلس هو اللي دفعوا بانه يرفع دعوه لهاد الناس، ولا انها دعاوي عشوائيه وتصفيه حسابات؟ من اللي يمكن لي نقول بان دعاوي شكايات كيديه فقط لاسكات واخراس الاصوات المعارضه. الرئيس في الممارسات ديالو كيحاول يفرض واحد نمط ديال التشير ديال الاحاديه وديال احتكار المعلومه، وكم من هاد يحاول يسيطر على الماء ويعطي اشاره للاخرين بانه هو الفاعل، هو الاول، هو اللي كاين. عندكم شي احصائيات شحال من اللي تعدد الشكايات؟ بقيتش انا عارف شحال من شكايه كاينه، بزاف تعدد الشكايات، والشكايات الهدف منها هو اخراس الاصوات واعطاء بانه راني محاوله اسكات اصوات المعارضه، هذا هو الهدف ديالهم. اي واحد عارضه ولا دار شي حاجه ما كتمشاش مع 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 طبائع ديال الرئيس كينوض يدير ليه الشكايه باش محاوله اسكات، ولكن هاد السلوك غير مجدد، لانه الناس عصر المعلوميات وعصر المعلومه كتوصل بواحد السرعه، ما يمكنش الرئيس ربما كيعيش في واحد العصر انه محاوله فرض واحد الحصار وسجن الزمامره، لا بالعكس ما يمكنش. وثم كنشكركم انتم كقناه، انتم جيتوا، انتم شفت جيتوا لعين المكان وشفتوا وغادي تنقلوا الواقع. في هذا الزمن ما يمكنش الرئيس هذه المحاولات ديالو ما يمكنش غادي تكون غتسكت الاصوات. نعم، سي ابراهيم الحلاوي، عضو فاعل جمعوي وفاعل حقوقي، شكرا جزيلا لك. شكرا اخي على هذه الاستضافه. مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء في حلقة قادمة.